طيب زي ما طلبت منكم المرة الماضية إنه أنتوا تحلوا المسألة هذه على الكاجل، تمام؟ والهدف من هاي الشغلة هذا الكلام إنه أنت لازم تستوعبه عشان المرة الجاية إنه أنت تيجي حالل كل الإكسرسايزز. أنت لازم إيدك تاخد على البايثون عشان بعد هيك إحنا لما ندخل على شغلات متقدمة في المشين ليرنينج خلاص إنه أنت تكون إنه أنت متعود عليها وإنه أنت تمشي معايا، تمام؟ أنا بدي أجيبك عندي. بدي اجيبك عندي، تسحبنيش انت لعندك. مش تسوي العكس انه انت تيجي مش حل الاكسرسايزز، ايدك بدك تتعود على البايثون وتحل هاي المسائل كلها، تمام؟ وبعدين انه انت بحيث انه تكون الامور سلسه معك في 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 المشين ليرنينج. طيب حكيت تسجيل في الحساب شغلة ضرورية عندك عشان كل هذا اللي انت بتسويه بيتخزن انت عندك في كيرنل، تمام؟ يعني الكاجل هي عبارة عن داتا ساينس هوب. يعني هنا انت لو طلعت على الصفحة الرئيسية في عندك هنا كومبيتيشنز، تمام؟ في الكومبيتيشنز هنا في عندك على سبيل المثال من شركات معروفة، يعني مثلا هذا ريكروجن سيلولر ايمج كلاسيفيكيشن 13، هذه البرايس 13,000 دولار. كيف انت ممكن تدخل عليها؟ على طول بتدخل مباشرة، واللي بيحصل اعلى سكور زي السكور اللي انت بتشوفه في الهاكر رانك، هنا في احنا سكور في الماشين ليرنينج، اللي بيحصل اعلى سكور هو اللي بيحصل الجائزه. طبعا هذه الداتا سيت، داتا سيت حقيقيه من الشركات هذه فعلا انه هي موجوده. اورجي لك على سبيل المثال من الشركات المعروفه، هذا الويب سايت مر عليك كورا، في عنده داتا سيت، تمام؟ بالضبط. كلاسيفيكيشن، تصنيف، تصنيف يا اما لبوستات يا اما لشغلات معينه، تمام؟ والجائزه تبعته 25,000. وين هال اس دبليو؟ وين هاي سواج؟ مش عارف، مش عارف ايش الكومبيتيشن، انه شكله سواج بالضبط. نعم شايف، شايف هاي الداتا سيت مين منزلها؟ جوجل. داتا سيت حقيقيه، جوجل اي اي اوبن ايمجز اوبجكت ديتكشن تراك، تمام؟ في كمان شركات، هذه هذه قدس بالضبط. صحيح، نعم نعم بالضبط. شوف هاي من شركة انتل، من شركة انتل 100,000 دولار، كانسر ديتكشن او كانسر سكرينينج، تمام؟ 100,000، تمام؟ فاللي بيسألني عن تدريب، هذا هو التدريب. فأنت ممكن تدخل كومبيتيشن، لو خسرت أنت مش هتخسر إشي أصلاً، يعني بالعكس، حتى لو أنت جبت مثلاً في التوب 100 أو حتى في التوب 20 أنت وضعك كتير ممتاز. بتضلك إنه أنت تحاول تحاول لغاية لما إنه أنت تحصل انه سكور كتير كويس. عدا ذلك انت هذا الكلام كله بتسجل عندك في البروفايل،
وهذا الكلام اللي انا بحكي لك اياه انه انت الواجب هذا كله لما تحله بتروح على البروفايل تبعك. تمام. في عندك هنا الكومبيتيشن اللي انت دخلتها وفي عندك الكيرنلز. الكيرنلز اللي هي الكود او النوت بوكس اللي انت كتبتها. تمام. انت بتتحكم في الفيزابيليتي تبعتها، يعني ممكن تكون بابليك وممكن تكون برايفت. يعني على سبيل المثال هنا exercise syntax variable and numbers في البايثون، هذا الاكسرسايز اللي انا طلبته منكم. يعني هنا انا في عندي درافت uncommitted، وهنا الفيزابيليتي تبعته برايفت. في انا عندي شغلات انه انا بحطها بابليك وبرايفت. طبعا انت بتقدر تشتغل وتعمل اللي انت بدك اياه، ولقيت انه النوت بوك وضعه تمام ممكن تحطه بابليك ساعتها. فبالتالي هذا الكلام كله بتسجل في البروفايل تبعك. كذلك انت ممكن تساهم انه انت تحط داتا سيتس. يعني مثلا انا هيني حاطط داتا سيتس للسنتمنت اناليسيس لتويتس، انه التويت هذا بوزيتيف او نيجاتيف. تمام. في عندي داتا سيت ثانيه اللي هي للهجه المصريه والعربيه، انه انا بدي اعمل ماشين ليرنينج موديل عشان يقدر يتعرف انه الكلام هذا النص المكتوب هل هو مصري لهجه مصريه ولا فصحى. تمام. فالدايلكتس بالضبط اللهجات. فبالتالي انت ممكن تساهم بعده شغلات، اما بداتا سيت او ديسكشن او كيرنز او كومبيتيشنز من بهذا الشكل. فبالتالي هنا كل ما كان البروفايل تبعك قوي، كل ما كان انه انت بتقدر انه انت تثبت نفسك لما انت تيجي تقدم على وظيفه على شركه عن بعد، او شركه حتى لو بدك تنتقل لبلد ثانيه، بيكون انه في عندك بروف او ايفيدنس شواهد انه انت فعلا شغال كديتا ساينتست. اما تيجي واحد تقول انا والله داتا ساينتست وتحط في التايتل تبعك داتا ساينتست وانت فعلا مش ممارس، ما فيش اثبات. زي اللي واحد طول عمره عايش في الصحراء لوحده وبقول انا شجاع انا شجاع، ولا عمره حارب ولا عمره عمل ولا حاجه. تمام. حكيت الكيرنل، عشان تستوعب ايش هي الكيرنل، هنا في الـ variable block size بدي اياك تطلع على البيئه هذه كويس. ايش في عندك هنا؟ في عندك هنا في المنطقه هذه النوت بوك. تمام. وفي عندك هنا ايش بيقول لك سي بي يو، قديش انه انت بتعمل يوتيلايزيشن من السي بي يو. لو انت بتعمل مثلا تريننج لماشين ليرنينج موديل بتلاقي انه السي بي يو اليوتيلايزيشن تبعه بيعلى. الرام هنا انه انا حاجز، طبعا كل كيرنل بيعمل لي زي ورك سبيس لوحدي. تمام. بالضبط. انا ماخذ 261 ميجا من 16 جيجا. كل كيرنل يا جماعه بيدي لك 16 جيجا. تمام. يعني ممكن يكون احسن من اجهزه، احسن من جهازي انا شخصيا. انا جهازي 8 جيجا. تمام. فاحسن من جهازي انا شخصيا. فبالتالي هنا بتريح انه لو انا طبعا هنا طبعا انا الجهاز تبعي 8 جيجا، 8 جيجا بدك تشيل منهم ابصر قديش 2 جيجا للرام. تمام. يعني طارت زي هيك، انت يا دوبك بتشتغل على 6 4 جيجا. يعني هنا ال 16 جيجا هذه كلها مخصصه للبروجكت تبعك. تمام. وهنا الديسك بيعطي لك انيشيالي 5 جيجا. تمام. طبعا هنا في السيتنجز بامكانك تفعل الجي بي يو، وهذا الكلام احنا حنسويه في التنسور فلو في الماشين في الديب ليرنينج، انه احنا بدنا انه نعمل بارلل بروسيسنج، حنفعل الجي بي يو بس بنعمل هيك تشيك. وهنا لو البروجكت تبعك محتاج انه يجيب بيانات من الانترنت بنفعل الانترنت كونكشن. ولو في باكج معينه، طبعا كل الباكجز المستخدمه بشكل كبير انه هي اصلا اوريدي نازله، لو بس في باكج مش موجوده بتقدر تعملها انستول. هنا نفس الفكره، بيب انستول بتكتب اسم الباكج بينزل لك اياها، سواء كانت على الجيت هاب او كانت على الريبوزيتوري تبعت البايثون. تمام. لاحظ هنا انه في الورك سبيس تبعك انه انت في عندك المجلدات البيانات تبعتك اللي انت حتشتغل عليها. تمام. فهذه عباره عن الانبوت، بتقدر انه انت تعملها براوز بهاي الكيفيه. الكيرنل هذه شغله مهمه ركز فيها، هي عباره عن نوت بوك، وضيف عليها كمان انه هي عباره عن فيرجن كنترول سيستم.
عشان هيك انت في عندك كوميت في الفيرجن كنترول سيستم زي الجيت هاب بالضبط. انت ممكن تحفظ نسخ من الكود تبعك، وهنا في الكيرنل تحفظ كل كوميت بتحفظ نسخ من النوت بوك تبعك بالاضافه للنتائج. طبعا الحلو في الموضوع هذا انه انت ممكن ايش تحفظ النوت بوك بالنتائج، فبالتالي لما اجي انا اورجي لك اياه المره الجايه، وهذا اللي انت حتسويه المره الجايه لما اجي اطلب منك تعمل لي بلوت للديتا، خلاص تعملها بلوت وبتعملها سيف في النوت بوك، هو بحفظها كاوبجكت انه الرسمه بتضلها، يعني فيش داعي انه انت تعمل ري ران للكود مره ثانيه. فعشان هيك الواجب المره الجايه انه تعمل كوميت بيحفظ كل الكود والنتائج عندك على النوت بوك. يعني هنا انا كاتب بعض الاجوبه هنا بس مش حافظ الـ الاجابات تبعتهم انه هي كوركت ولا لا، فبالتالي هنا ممكن تروح على الرن وتختار هنا. هنا هذا السهم انه رن لسيل معينه، وهذا الكلام انه انت ممكن تسوي زي هيك انه رن لسيل معينه. بالمناسبه اللي بيشتغلوا على كروم وانت كان عندك اعدادات الويندوز انه حاطط عربي، فبروح بيجيب لك انه يعني الدايركشن انه شمال من اليمين للشمال، مزعجه شويه. فعشان هيك انا بشتغل على الكاجل تحديدا، بشتغل على الفايرفوكس فبيجيب لك اياه صح. فهنا انت ممكن تشغل سيل معينه او انه انت ممكن تروح للكل وتقول رن اول، شغلهم كلهم. هاي هنا سيت اب كومبليت، وهي هذه الاجابه كوركت تمام، وبقيه الحلول انا عندي موجوده زي هيك تمام بحفظ لي اياها. بدي احفظ النسخه هذه بروح بعمل كوميت تمام. هنا في الكوميت بروح بقول لك انه هذه لسه اول فيرجن انا عندي، عدلت ورجعت عملت كوميت ثانيه بعمل لك فيرجن 2 فيرجن 3 وهكذا. الفيرجنز هذه ممكن انه انت ترجع لها في اي لحظه، وهذه شغله مهمه انه انت حتى لو بدك تغير الكود تبعك. هنا الكاجل فعليا انه شغله كثير مميزه، انه زي ما حكيت لك انه بمكنك انه انت تكتب بنظام النوت بوك جوبيتر، بالاضافه انه فيرجن كنترول سيستم ممكن تحفظ الفيرجنز تبعتك تمام. طبعا بعد ما خلص هنا ممكن تسكر الويندو هذه، فبالتالي انت لو سكرته ورجعت ثاني بضله محفوظ عندك. طيب حكيت انت معك من هنا ليوم الثلاث التمارين اللي انت ما حليتهاش بدك تحلها كلها بالكامل وتعملها كوميت على الكاجل بروفايل تبعك تمام، وتورجيني الحل جاهز يوم الثلاث. وبدي اطلب كمان شغله اضافيه من هنا لاخر الفصل لاخر الكورس، بدي الهاكر رانك انه انت تحصل لي ثلاث نجمات في الهاكر رانك. جبت ثلاث نجمات في البايثون؟ اه عندك ثلاث نجمات ملازم هو. ابدي فيهم بالترتيب، كل تشالنج فيه الايزي بتحصل عليه 10 نقاط، والميديوم 15، والديفيكولت 20. Thank you.